وأشهد أن محمدًا عبد رسول. تقدم هذا الكلام معنا أن الله سبحانه وتعالى وصف أهل الإيمان بماذا؟ يؤمنون بالغيب، آمنا وصدقنا وسلمنا. من ادعى علم الغيب كفر. نؤمن أن الله سبحانه وتعالى قد استأثر في علم الغيب عنده أشياء لا نتدخل، ليس لنا إلا رضا والتسليم. نعم. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية في أهل السلام لمن اعتبرها منهم لوهم. يعني الآن تقدم معنا أن معتقد أهل السنة والجماعة، نسأل الله يجعلنا وإياكم منه، ونسأل الله من فضله رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى، رؤية حقيقية. لكن يقول الذي ينكر الرؤية، قال الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إذا حجب أعداؤه رآه أولياؤه. وبعض العلماء يخوف هؤلاء، يقول لهم: اتقوا الله، إذا تنكر الرؤية حري بك ألا ترى الله. ومن أعظم نعيم عند أهل الجنة رؤية المؤمنين لربهم، والمؤمن يتطلع لهذا، يرى الله سبحانه وتعالى. فقال: هذا الذي يشكك أو يتأول أو يقول ليست رؤيا إنما كذا أو كذا، قال حري به ألا يرى الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل السلام لمن اعتبرها منهم لوهم قلنا نحن لا نتأول، لا نصرف اللفظ عن ظاهره إلا لدليل، لكن لغير دليل هذا تأويل فاسد مردود. نعم. إن كان تأويل رؤيتي وتأويل كل معنى مضاف إلى الرؤية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. نعم، قال عليه دين المسلمين الرضا والتسليم، ونجري النصوص على ظاهرها. نعم. ومن لم يتبرأ نفي او تشريك زاد ولم يصب التنزيل. يعني الان يريد ان يبين وسطيه اهل السنه والجماعه. وسطيه اهل السنه والجماعه ان اهل السنه والجماعه اثبات مع تنزيل، فلا بد نثبت كل ما اثبت الله لنفسه، اثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. إثبات مع تنزيل. نعم. زل ولم يصب التنزيل. إذا لا بد أن ننزه الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات وحدانية ممنوع بوعود قدرانية. لماذا؟ لأراد أن يرد على هؤلاء، يقول أن الله سبحانه وتعالى هو فرد أحد واحد صمد، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه والصفات، كيف تمثل الخالق الكامل بالمخلوق الناقص؟ نعم. تعالى من عطف قبلانية ليس في معناه أحد من البلية. نعم، لا يمكن أن يكون الخالق الكامل مماثل المخلوق الناقص. الآن تقول رأس الإبل ورأس المال ورأس الوالد، رأس ورأس ورأس، لكنها تختلف. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه سبحانه وتعالى بأوصاف، وقال عن نفسه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وصف الخلق بالصفات، هذه الصفات تليق بالمخلوق وهذه الصفات تليق بالخالق سبحانه وتعالى، وتجمع بين العقل والنقل. صحيح.
ولا تجعل العقل مصادما للنقل. وقلنا العقل الصحيح السليم الباقي على الفطرة لابد يوافق النقل الصحيح، لكن لابد أولا أن نقدم الدليل. نعم النقل. هذا هو الموضع الثاني اللي قلنا يعني فيه إجمال، أو فيه يقول لعل بعض الناس أدخل هذا الكلام لكلام المؤلف رحمه الله، وقلنا أنهم دافعوا عنه قالوا هذا مجمل ويأتي كلام مفصل. وتكلمنا فيما لم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب والسنة. السؤال: ما هي طريقة أهل السنة والجماعة فيما لم يرد إثباته ولا نفيه؟ لا نثبت ولا ننفي، ونسأل عن المعنى، الحد، الجهة، الحيز، الجسم. هذه الأشياء لم ترد في كتاب ولا السنة، لا إثباتا ولا نفيا. فنحن إيش نصنع؟ لا نثبت ولا ننفي. واحد. الثاني: نسأل عن المعنى. نقول الآن الجهة، ماذا تريد بالجهة؟ إذا أردتم بالجهة العلو فهذا حق دل على الكتاب والسنة، ولكن لا نذكر الجهة، نذكر العلو والاستواء الفوقية صعود الأشياء نزولها منه. وإن أردتم بالجهة أن المخلوقات تحيط بالخالق سبحانه وتعالى، قل هذا باطل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ما فطر الله سبحانه وتعالى عليه الخلق. نعم مفهوم. إذن هنا يريد أن يأتي بأشياء قلنا نردها. كل ما لم يرد إثبات ولا نفي في الكتاب والسنة لا نثبت ولا ننفي، ونسأل عن المعنى. إن كان المعنى صحيح نقول صحيح، لكن ائتي لما جاء به الكتاب والسنة، معنى باطل مردود ولا إشكال. نعم. هذا قلنا إذا أرادوا به الباطل. نعم. يعني المخلوقات لا تحيط بالخالق، هذا نحمل على أحسن معنى. نعم.